السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نأخذكم في جولة في أحد المعالم السياحية الرائعة في بورصة، وهو معلم مغارة أويلات في شرق بورصة. هذه المغارة في أحد الجبال الشاهقة، تقع في شرق بورصة على بعد تقريبا 75 كيلومتر من وسط بورصة، من قلب بورصة، من عند الكنت ميدان تقريبا. ولكن الطريق ممتع للغاية أثناء الذهاب إلى هذه المغارة. طبعا هذا الشلال موجود بالقرب من مدخل المغارة. الشلالات الطبيعية ما شاء الله منتشرة في تركيا عموما وبورصة خصوصا، فلا يمل السائح من مشاهدة هذه الشلالات والمياه الجارية، سبحان الخلاق العظيم. هذا الجبل اللي فيه المغارة، وهذه ساحة تقف فيها السيارات. الآن يظهر معانا النزول إلى هذه المغارة. لازلنا في منطقة اللي تظهر ساحة موقف السيارات والجبل اللي فيه المغارة. أحب أنوه أنه هذه المغارة يعني يعزى تكوينها إلى ملايين السنين حسب ما ذكر، وسبحان الله يعني اللي يحب المغامرة فعلا لابد يجي لهذا المكان. الآن ستشاهد الصور وفي معلومات كثيرة سأذكرها في حينه، رائعة جدا جدا. هذا النزول، الدرج النزول إلى مدخل المغارة. طبعا أنصح العائلات اللي عندهم أطفال كثير، أطفال في سن مثلا سنتين وثلاث سنوات، اللي ما يبغى لا ينحمل ولا يبغى يمسك يد أهله، يعني يد أبوه ولا أمه، ففي الحالة هذه حيكون مشكلة اصطحابه إلى مكان زي هذا، قد يكون في خطورة سقوط من الدرج وكذا. هذه نزلنا الدرج المؤدي إلى المدخل، في مكان لبيع التحف والهدايا التذكارية لهذا المكان، ومكان صغير لتناول الشاي بعد الخروج من المغارة. أنا مستمر معاكم التعليق، ولكن أحاول أني أجاري الصور حسب ما يعني يكون التعليق متوافق مع الصورة. الآن راح يظهر مدخل، هذا هو مدخل المغارة. الغرفة اللي على اليمين هي غرفة قطع التذاكر. طبعا التذاكر للكبار، التذكرة بخمس ليرات أو سبع ليرات، نسيت لا يحضرني، يعني مبلغ رمزي، إيش يعني دولار، تتكلم في دولار للشخص البالغ، أما الأطفال مجانا. فهذا يظهر المدخل، وتلاحظوا كأنه المغارة عبارة عن التقاء جبلين سندوا على بعض، لا إله إلا الله. هذا يعني صورة لمدخل المغارة، ولكن من الداخل إلى الخارج، سبحان الخلاق العظيم. أرضية المدخل تم رصفها بالحجارة يعني تكون سهل دخول الناس إلى المغارة. والآن تأتينا صورة من أعمق، من داخل المغارة باتجاه المدخل. وهنا يعني فعلا ظاهر موضوع أنه هذه الكهف عبارة عن جبلين متلاقيين أو ساندين على بعض، سبحان الله، لا إله إلا الله. بالنسبة للدرج، الدرج حديد، مصنوع من الحديد، وفي قطرات من الماء بتتساقط من سقف الكهف، فأحيانا بتكون الدرج والممرات زلقة إلى حد ما، فأرجو الانتباه لهذه النقطة، وارتداء أحذية مانعة للانزلاق، يعني حطوا في اعتباركم هذه النقطة مهمة، يكون الحذاء مريح ومانع للانزلاق. هذه بداية الدرج اللي صاعد لفوق. طبعا راح أذكر لكم عدد الدرج، الدعسات اللي موجودة في هذا الدرج. الحقيقة أني عديتها،
عديتها وانا نازل، عقب خلصنا فوق تماما واحنا نازلين بدأت أعد الدرج حتى أنقل لكم يعني معلومة موثقة. ولكن لا تخافوا من الرقم اللي راح أذكره لكم، لأنه الحقيقة ممتع، ما تشعر بالملل وأنت تتفرج سبحان الله في هذا الكهف، وسبحان الخلاق العظيم، يعني الجبال آية من آيات الله في الكون. الإنارة مصاحبة للشخص اللي يمشي سواء في الدرج أو في الممرات المستوية، فدائما المكان مضاء، ولكن تختلف شدة الإضاءة من مكان لمكان، أحيانا تكون خافتة وأحيانا تكون الإنارة جيدة، ولكن إجمالا مكان رائع رائع حقيقة، لا يفوت أي شخص يجي على بورصة أن يزور هذا المكان. الناس في بورصة فقط تلفريك والجبل والثلج إذا كان فيه ثلج وبعض الحدائق، لا هذا المكان لا يفوتكم يا جماعة، زي ما هو ظاهر ذكرت لكم كأنه التقاء جبلين سبحان الله العظيم، كأنه جبلين التقوا وتركوا هذه الفسحة للناس تستمتع فيه سبحان الله. لا إله إلا الله. هذا الكابتن عبد الوهاب ويوسف، أحيانا تصادف الصورة هم أمامي، الله يحفظهم ويرضى عنهم وينفع بهم الإسلام والمسلمين وجميع أبناء المسلمين. لا يزال الدرج يأخذنا إلى عمق الكهف، طبعا صعودا صعود النادر يكون في مرحلة نزول يعني قليلة جدا، الغالب كله صعود أو ممرات مستوية زي هذا الممر. الآن راح طبعا نشاهد روعة يعني التكوينات الكلسية من سبحان الله اللي هي بيسموها الصواعد والهوابط في الكهوف. هذه عبارة عن كربونات كالسيوم من المياه المعدنية اللي نازلة من أسقف الكهوف، فسبحان الله نقطة وراء نقطة تتجمع هذه الأملاح وتكون أعمدة من كربونات الكالسيوم، وسواء تجد العمود نازل من السقف أو صاعد من الأرض اللي النقاط تنزل عليها. شوف هذا المنظر، التجويفات اللي في الصخور سبحان الله. طبعا الكهف يعني أقول حاجة ما هي من باب يعني نخوفكم، لكن لا معلومة يعني في خفافيش ولكن نائمة، ما صادفنا أي حركة لهم نهائيا، لكن سمعنا أصوات، إنما ما في أي حركة لهم على الإطلاق. بدأت تظهر هنا بدايات للصواقط الكلسية من السقف، حتى الجدران سبحان الله عليها رواسب كلسية بكثافة في بعض الأماكن وليس في كل الأماكن. سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم، لا إله إلا الله. نتابع الصور، أنا ما حبيت أن الصور تمر بسرعة حتى يتأملها المشاهد ويستمتع بمشاهدة الكهف، حتى أولئك الذين يعني ما عندهم القدرة أنهم يروحوا على الكهف لأسباب مثلا تتعلق بالصحة والقدرة على طلوع السلالم، يعني هذا المقطع يغنيهم عن الذهاب هناك، وكأنهم ذهبوا إلى هناك. شوف سبحان الله هنا بدأت تظهر الصواعد الكلسية حتى الهوابط من السقف، ولكن شوف سبحان الله تكون الصواعد اللي طالعة من الأرض، طبعا هي ناتجة من النقاط اللي نازلة من السقف، نقاط المياه المعدنية اللي نازلة من السقف. لا إله إلا الله، كأنه نحت يعني، كأنه مجسم منحوت لفنان عالمي، ولكن سبحان الله داخل الكهوف لا يراها إلا من يذهب إليها. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هذا برضو الكابتن عبد الوهاب مصر يظهر أمامي في كثير من الصور،
وتظهر أيضا السواقط الهوابط الكلسية من السقف. الآن سنشاهد أشياء فعلا فعلا مذهلة من هذه السواقط والصواعد. يا دكتور عبد الوهاب لو سمحت عن طريقنا خلي الناس تشوف. الله يحفظه. شوف سبحان الله، لا إله إلا الله، كيف تتكون. طبعا هذه عشان تتكون تأخذ عشرات السنين، بل يعني قد تصل إلى مئات السنين عشان تتكون هذه الأعمدة. وأحيانا يلتقي الصاعد مع الهابط فيكون عمود. قد نشاهد شيء من هذا القبيل في هذا الكهف. الله العالم إني صورت أشياء مشابهة للشيء هذا، أنه يلتقي الهابط مع الصاعد فيصبح عمود يربط السقف بالأرض. سبحان الله، لا إله إلا الله، الخلاق العظيم. على الرغم من يعني المقطع طوله حوالي ربع ساعة، ولكنه الحقيقة غير ممل على الإطلاق، شيق جدا جدا. يعني أرجو من المتابعين لا يستعجلوا، لأنه الجاي أجمل. كل هذه عبارة عن تكونات من كربونات الكالسيوم بسبب من يعني قطرات المياه المعدنية اللي نازلة من أسقف الكهف. سبحانه وتعالى، سبحان الله، سبحان الخلاق العظيم. أحيانا التكون الكلسي يكون على شكل مجسم كبير زي الموجود في الصورة الآن. هذه لقطة للممرات والدرج. أنا زي ما ذكرت لكم أني عديت الدرج أثناء رحلة الرجوع النزول، لأن في الصعود ركزت على التصوير وتركت موضوع عد الدرج وأنا أفرغ في رحلة الرجوع. سأذكر لكم عدد الدرج عندما نصل إلى الأعلى. وفي أماكن محدودة للاستراحة، ولكن إجمالا الدرج مريح، الدرج مريح. الدعسات ارتفاعها معقول جدا، تقريبا حوالي 14 أو 15 سنتي، لا تزيد بل أقل. كما ذكرت لكم أحيانا الإضاءة بتكون أشد، أحيانا تكون خافتة، ولكن الإنارة المصاحبة للممرات مع الدربزين مستمرة على طول. أيضا منظر آخر للتكونات الكلسية. سبحان الله، كأنك أمام منارة جامع، واللي على اليمين كأنها قبة الجامع. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. كما ذكرت أحيانا تكون الأرض زلقة بفعل نقاط المياه المتساقطة على الممرات من السقف. لا إله إلا الله. الآن أبلغكم بعدد الدرج. عدد الدعسات الدرج من أعلى مكان في داخل الكهف إلى آخر دعسة عند الخروج من الكهف إلى هذه الدعسة كانت حوالي 495 درجة، يعني 500 درجة تقريبا من هذه، من أول دعسة إلى آخر دعسة في آخر الكهف. طبعا هذه الدرجة اللي في نهاية الكهف، وإحنا خارجين مرة أخرى، وهذه البوابة وإحنا خارجين من الكهف. فكان عدد الدرج 495 درجة، يعني لو ضربناها في معدل 15 سنتي للدرجة، يعني تقريبا نكون صعدنا في الأعلى قرابة 75 متر صعودا إلى أعلى هذا الدرج اللي فيه الكهف، هذا الجبل عفوا اللي فيه الكهف. بعد الخروج من الكهف في منطقة قريبة على بعد حوالي 3 كيلومترات، يعني زي قرية صغيرة ولكن فيها فنادق كثيرة وفيها
حمامات سباحة بالمياه المعدنية، لا يفوتكم الذهاب لها. أنا الحقيقة كان مفروض أصور هناك، ولكن أنت عارفين الناس كثير والتصوير فيه إحراج على الكثير من الناس. أرجو تكون استمتعتوا معي في هذه